كانوا رجالا. نتكلم عن رجال نزلت فيهم هذه الآيات الكريمة، هي أرجى آية في كتاب الله، تفتح للجميع باب عدم اليأس والقنوط من رحمة الله رب العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا، أقوام آمنوا بالله وعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفتنون في دينهم بعذاب قد عذبوا. قد خصك الرحمن يا رمضان من بين الشهور بمحكم الآيات، يحلو الزمان بنور فضلكم، وكم تحلو بفعل الصالحات حياتي.